اتفاق مبدئي على نشر بعثة أوروبية لمتابعة الانتخابات الرئاسية القادمة بناء على طلب الحكومة المصرية. أكثر من 50 قتيلا في معارك بين داعش ومقاتلين إسلاميين في البوكمال السورية على الحدود مع العراق. أوكرانيا في صلب محادثات مجموعة العشرين بواشنطن، وأوباما يلوح بعقوبات جديدة على موسكو. العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة، نشرة إخبارية مفصلة من قناة النيل. أهلا بكم، والبداية مع الشأن المحلي مع زميلتي ليلى عمر. إليك ليلى. شكرا أمل. اتفقت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون والحكومة المصرية مبدئيا على قيام الاتحاد الأوروبي بنشر بعثة أوروبية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة. جاء ذلك بناء على دعوة من الحكومة المصرية، وخلال استقبال الرئيس عادل منصور بالأمس لكاثرين أشتون في الاتحاد الأوروبي بقصر الاتحادية بمصر الجديدة. وخلال اللقاء شدد الرئيس منصور على حرص الحكومة على إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وشفافة، وبذلك تؤدي البعثة مهامها وتجري تقييما للعملية الانتخابية بصورة محايدة ونزيهة ذات مصداقية لمصلحة الشعب المصري. كما التقت أشتون وزير الخارجية نبيل فهمي، حيث تم بحث تطورات الأوضاع السياسية في مصر والاستعدادات الجارية للانتخابات الرئاسية المرتقبة الشهر المقبل. وأعلنت وزارة الخارجية أن اتفاقا تم التواصل إليه بين أشتون وفهمي بشأن مراقبة الاتحاد الأوروبي لانتخابات الرئاسة، وسيتم التوقيع قريبا على الاتفاقيات اللازمة في هذا الشأن مع كل من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ووزارة الخارجية، بما يسمح بتحرك متابعي الاتحاد الأوروبي بمختلف أنحاء البلاد دون عوائق، والنفاذ لكل الأطراف السياسية ذات الصلة والتي تتمتع بوضعية قانونية. كما التقت أيضا وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون بالأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي. تناول اللقاء بحث تطورات الأوضاع بالمنطقة، خاصة القضية الفلسطينية والجهود التي تبذل من أجل استئناف المفاوضات المتعثرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأيضا الأزمة السورية والجهود التي تبذل لإيجاد حل سلمي للأزمة. أعلن الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية المستشار عبد العزيز سلمان أن اللجنة تلقت طلبات من 22 منظمة ومجتمع مدني محلية وأربع منظمات أجنبية لمتابعة عملية الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أن اللجنة ستواصل تلقي الطلبات حتى موعد غايته 15 أبريل الجاري. وأشار سلمان إلى أن اللجنة بحثت إنشاء خط ساخن بين السفارات ومقر البعثات الدبلوماسية في الخارج لاستقبال شكاوى الناخبين المصريين المقيمين في الخارج لتذليلها وإزالة أسبابها. كما أكد الأمين العام أن الانتخابات ستجرى تحت إشراف قضائي كامل داخل مصر، وفي الخارج ستجرى بإشراف السفراء والقنصليات بالبعثات الدبلوماسية المختلفة. إلى أسوان، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 2 من المتورطين في أحداث الاشتباكات بين قبيلتي الداودية وبني هلال، والتي أسفرت عن مقتل 26 شخصا وإصابة العشرات. كما يجري ضبط وإحضار 42 متهما آخرين ثبت تورطهم في الأحداث. تزامنا استقبلت المدينة بالأمس القافلة الدعوية لمشيخة الأزهر، والتي قام بإرسالها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بهدف تهدئة الأوضاع المتوترة داخل المدينة. وتضم القافلة 5 من كبار عمداء كليات الأزهر الشريفة. هذا وقد قرر محافظ أسوان اللواء مصطفى يسري استئناف الدراسة غدا السبت في جميع المدارس والجامعات بأسوان والتي تعطلت بسبب الأحداث الأخيرة. تمكنت أجهزة الأمن بشمال سيناء من ضبط 4 أشخاص من العناصر التكفيرية الخطرة وآخر متهم باقتحام قسم شرطة بئر العبد،
تمت إحالتهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية. ويواجه المضبوطون تهم الاشتراك في أعمال عدائية وتحريضية تجاه القوات المسلحة والشرطة ومؤسسات الدولة، ويتم حاليا فحص أبعاد نشاطهم الإجرامي بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية. كانت إدارة البحث الجنائي بالتنسيق مع فرع الأمن العام ومجموعة قتالية من الأمن المركزي قد شنوا حملة أمنية في إطار ضبط العناصر الإجرامية. قامت قوات الشرطة والجيش صباح اليوم بتكثيف تواجدها بجميع مداخل محافظتي القاهرة والجيزة استعدادا للمظاهرات التي دعا إليها تنظيم الإخوان الإرهابي. ونشرت قوات الجيش والشرطة عددا من الأكمنة والتمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة على مداخل المحافظتين سواء بالطرق الصحراوية أو الزراعية. كما تم تكثيف التواجد في محيط الاتحادية وبشارع المرغني وتسيير الحالة المرورية في جميع الشوارع المؤدية للقصر الرئاسي بشكل طبيعي. تفقد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الورش الرئيسية لصيانة وإصلاح الطائرات. وأشاد صبحي بالمستوى المتميز للكوادر الهندسية والفنية وقدرتهم على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي المتلاحق. تفقد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الورش الرئيسية لصيانة وإصلاح الطائرات، وشاهد عرضا لإنجازات الورش الرئيسية في ابتكار أساليب جديدة للتأمين الفني. وقام بتفقد مراحل العمل بالورش التي تم تطويرها وفقا لأحدث النظم التكنولوجية في مجالات الصيانة والإصلاح والمعايرة واختبارات الأداء الصحيح لكافة الأسلحة والمعدات والأنظمة المختلفة من الطائرات. وأشاد بالمستوى المتميز للكوادر الهندسية والفنية وقدرتهم على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي المتلاحق في نظم التأمين الفني لأنظمة التسليح المستخدمة داخل القوات الجوية. وأشار الفريق يونس المصري قائد القوات الجوية إلى دور الورش الرئيسية كأحد أعرق قلاع التأمين الفني داخل القوات المسلحة ودورها في تأمين التشكيلات الجوية التي نفذت خلال الفترة الماضية العديد من المهام غير المسبوقة. وأكد الفريق أول صدقي صبحي خلال لقائه برجال القوات الجوية أن حماية الأمن القومي المصري يعتمد على تطوير قدراتنا العسكرية والحفاظ على ما تملكه القوات المسلحة من أسلحة ومعدات والاستفادة من القدرات العلمية لتطوير أدائها لتكون قادرة على تحقيق المهام التي تسند إليها. وأعرب عن اعتزازه بأعطاء القوات الجوية التي تسير بخطى واسعة نحو التطوير والتحديث ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة لحماية سماء مصر ودعم قدرتها في فرض السيطرة الجوية على جميع المحاور الاستراتيجية للدولة وتحقيق السيطرة على المجال الجوي المصري. وأدار القائد العام حوارا مع القادة والضباط والصف والجنود وطالبهم بالحفاظ على أدائهم المتميز في حماية سماء مصر، كما قام بتكريم العديد من رجال القوات الجوية تقديرا لتميزهم وتفانيهم في أداء مهامهم. حضر اللقاء الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة. الخطاب الديني وأثره في مكافحة التطرف أهم الموضوعات التي يناقشها المؤتمر الإقليمي الأول لمكافحة الإرهاب والذي انطلقت فعاليته بالقاهرة. المؤتمر ناقش أيضا أهمية التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان عند التعامل مع قضايا الإرهاب. بعد أن أصبحت المنطقة العربية بأسرها في مرمى نيران الإرهاب، كان لابد من تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية لمواجهة هذا الخطر. من هنا جاء انطلاق المؤتمر الإقليمي الأول لمكافحة الإرهاب بمشاركة عدد من الشخصيات العامة الدينية والأمنية. كما أن الإرهاب عمل منظم، لابد أن يقابله للقضاء عليه عمل منظم. تتضافر جهود الدولة جميعها
لا يترك الأمن بمفرده يناوئ ويكافح من أجل استقرار مصر، ولكن هو منظومة كاملة ينبغي أن تعمل وأن يفطن لها الجميع، بدءا من رجل الأمن ورجل وعالم الدين سواء كان كنسي أو إسلامي. نشر وسطية الإسلام ومحاربة التطرف الفكري أهم من الحل الأمني برأي بعض المشاركين. في طبعا طيار وسطي موجود في التفسير، زي مثلا الإمام محمد عبده مثلا فسر جزء عامة، زي مثلا وغيره وهكذا، يعني لا نذهب فيه للتفسيرات اللي هي تربي الشباب أو تربي الأطفال أو تربي الصبية اللي هم في مستويات أو المراحل المختلفة في من العمر على أساس إن هم جزء من المجتمع. ومع تغير صور الإرهاب أكد مشاركون في المؤتمر على أهمية تطوير طريقة التعامل الأمني. وزارة الداخلية بتعمل وفق منظومة بتستخدم كل التقنيات وأحدث التقنيات في التعامل مع الأحداث والمستجدات اللي ظهرت على الساحة، وخاصة الجرائم اللي ظهرت في الفترة الأخيرة، وأكيد حضراتكم بتروا حجم الجهود المبذولة رغم كل التعقيدات الأمنية اللي موجودة في الشارع، في جهود غير عادية في كل المجالات. المؤتمر أيضا دعا إلى تطوير النظم التعليمية بهدف تعزيز قيم التسامح الفكري والديني والتعددية ومحاربة الكراهية. المعركة مع الإرهاب والتطرف هي علمية فكرية بالأساس، فلا بد من تطوير منظومة التعليم والإعلام وثقافة والتنمية بالتوازي مع العمل الأمني. من مقر انعقاد المؤتمر، آلاء حامد، النيل. نددت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسقة حالة الإغاثة الطارئة فالري آموس بأن أعمال العنف والهجمات العشوائية على المدنيين في سوريا والمستمر منذ أكثر من 3 سنوات قد نددت بهذه الهجمات المختلفة. واعتبرت آموس أن استخدام السيارات المفخخة والقنابل البرمية والقصف الجوي وقذائف الهاون في المناطق السكنية بدون تمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، مثله مثل استخدام الحصار كسلاح في الحرب وتجنيد الأطفال للقتال وإخضاع النساء والفتيات للعنف الجنسي. ودعت آموس طرفي الصراع في سوريا إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، حيث إن ما يجري في سوريا يصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية. أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأن القصف بالبرميل